قط. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها الأحبة في الله، في جميع الأجيال والأطياف قد نعي إلينا انتقال المرحوم صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى جبال ربه وإلى رحمته الواسعة بنفس مطمئنة. ربنا نسألك كما أن تتجلى في شخصه سماحة الإسلام وقيمه الرشيدة وتشهد له المنابر والصاحات الإسلامية والدولية بمساهمته ومبادرته الخيرة التي لا تتأتى ولا تأتي إلا من شخص تشرب معاني الإسلام وعرف أصوله. وأكفي أننا أنه كان في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاهد التعايش في بين كل الأطياف، الاختلاف في ألوانهم وأجناسهم ودينهم دون حدوث أي اختلاف وصراع بينهم. والأكثر من ذلك أن الشيخ خليفة مثل والده المرحوم، مثل والدي الحنون الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة، قد أطاح في الدولة لممارسة شعائر جميع الأطياف ونشاطاتهم المختلفة والمنوعة لكل بحرية واطمئنان بدون أن ينشأ أي غيرة وأي صراع وأي اختلاف. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ترسيخ سموه لقيم التسامح، لقيم السماحة واحترام الغير الآخرين. أيها الأحبة في الله، وأنه كان بوالد لنا حنونا وكان يقوم بجوانبنا المختلفة مادية كانت أو معنوية بدون أي تفرقة بين جنس وجنس. نسأل الله العلي القدير أن يجعل جميع خدماته المنوعة وجميع أعماله الصالحة نورا وسرورا وضياء وبهجة وفسحة ووسعة وحبورا في برزخه وفي حشره ونشره. ربنا نسألك ونتضرع إليك ونبتهل إليك أن تظله بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقه بكأس الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وارزق له بابا من الجنة إلى برزخه وفراش من الجنة. اللهم ربنا عليك بإكرامه كما أكرم بني البشر بدون تفرقة بين لون ولون. اللهم يا رب وارزقه التجاوز على الصراط كالبرق الخاطف، وأظله بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وافسح في قبره ووسع قبر مد بصره ونجه من جميع مخاوف القبر، من عذاب القبر
وثبته بالقول الثابت، واجعل لسانه طلقا عند مقابلة منكر ونكير يا رب العالمين. اللهم آمنه يا الله، آمنه يا الله من مخاوف القبر، من جميع البلايا والرزايا الأخروية، كما حفظته من جميع الآفات والمحن في الدنيا. اللهم كله كله يا عزيز يا غفار، عليك برحمتك رحمة واسعة، وقد التجا إلى رحمتك وارتحل وانتقل إلى رحمتك وإلى جوارك. يا الله تقبل تقبل وتجاوز عن سيئاتي وقبيح أقواله وأفعالي إن صدرت ووقعت من لا نعلم ذلك، وأنت علام الغيوب، إذا وقعت وصدرت فعليك بإعفاء ذلك، عليك بالعفو وبالسمحة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى الجميع أن يقرأ على الوالد المرحوم الشيخ خليفة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله في جميع أطراف ولاية كيرلا وفي الهند إن شاء الله نحن نصلي صلاة الغائب على المغفور له المرحوم الشيخ خليفة بن زايد في مركز التربية الإسلامية، وكذلك في الجامعة النورية العربية، وفي جامعة دار الإسلامية، وكذلك في جوامعنا وفي جامعاتنا وفي مدارسنا ومعاهدنا وفي جميع مؤسسات الإسلامية إن شاء الله.